إن شاء الله النهاردة هنشرح إزاي نغير طريق فورمات التاريخ اللي في الكمبيوتر، يعني إن احنا نغير فورمات التاريخ لأي فورمات احنا عايزينه. أولا نعمل في سيرش كنترول بانل، هندخل على ريجون، ندخل على اديشنال سيتنج. من اديشنال سيتنج بقول له ديت، وبقول له بعمل سيلكت على الداتا اللي هنا، وبكتب مثلا دي دي انا عايز اطلع التاريخ بالدي، وكمان اكتبه بالكتابه والمانث بالكتابه، وبعد كده year، وادوس ابلاي، هيظهر لي التاريخ زي ما انا عايز، وادوس اوكي. خلاص كده